بقية تحضيرات الأندية التونسية للموسم الجديد تتواصل. مباراة ودية تجمع الآن النجم الساحلي بالترجي الجرجيسي، مباراة انطلقت تقريبا في حدود الرابعة والنصف بين الفريقين. بعد قليل إن شاء الله في رياضة وأهداف نعطيكم النتيجة النهائية لهذه المباراة الودية بين النجم الساحلي والترجي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي يخوض مباراة ودية هو الآخر انطلاقا من الساعة 6 مساء في الحديقة باء باش تجمعوا بمستقبل سليمان، والنادي الإفريقي سيختتم مباريات الودية بمباراة ودية غدا انطلاقا من الساعة 4 في ملعب قربة أمام النادي القربي. في آخر أخبار النادي الإفريقي على مستوى الانتدابات، محمد شوكان اللاعب الغاني أجرى اليوم الاختبار الطبي بنجاح، والإعلان عن التعاقد مع هذا اللاعب سيكون في الساعات القليلة القادمة. العقد سيكون بأربعة مواسم لهذا اللاعب مع النادي الإفريقي. في بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم أعلنت فيه عن تأخير توقيت انطلاق ندوة صحفي لهيئة التسييرية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة السيد كمال الإدير. الاجتماع كان مقرر في 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم طبعا يوم الاثنين 26 أوت. موعد الاجتماع أصبح في 3 بعد الظهر في نفس اليوم يوم الاثنين 26 أوت. الاتحاد الرياضي بتطوين الهيئة التسييرية للفريق تراس المكتب، طبعا الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم طالبت من خلاله هذا المكتوب تأجيل مباراتها المباراة الافتتاحية حتى تطوين مباراة بداية الموسم أمام الترجي الرياضي التونسي. سينزل ضيف على الترجي في تعيينات الجولة الافتتاحية للموسم الكروي الجديد يوم السبت 31 أوت انطلاقا من الساعة 7 مساء. اتحاد تطاوين كما نعرف كل الظروف الصعبة المالية والتسييرية للفريق اللي انطلق تقريبا منذ أيام قليلة يعني أقل من أسبوع. الاستقرار على مستوى الهيئة التسييرية وتعيين الهيئة التسييرية وكذلك على مستوى تعيين المدرب وتجمع اللاعبين وانطلاق التحضيرات لاتحاد تطاوين كآخر فريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. المهم وأنه كما قلنا مراسلة للهيئة لتأجيل مباراة أمام الترجي الرياضي التونسي.